السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحة وعافية. ومرحبا بالمشاركين الجدد اللي كيتزادوا على القناة. نوجدوا مع بعضنا واحد مائدة الإفطار اللي هي سهلة ولذيذة، عبارة عن جاري سيجار مليويات معمرين بالكفتة. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة. صافي، هنايا مي كنعرف راسي غادي نستعمل البصلة بزايد، كنقبض كمية ديال البصلة وكنطحنها وكنخليها على جنب. هنا بالنسبة اللي غادي نطيب الحريرة خليت مقدار غير شوية باش نطيب الحريرة، وهنا غادي ندير مليويات معمرين بالكفتة والفلفلة. كما كتشوفوا هنا درت البصلة، يعني مقدار البصلة درت تقريبا واحد ثلاثة البصلات على حسب الكمية اللي غاديرو نتوما. درت فليفلة وحدة قرطها، درت شوية البزار شوية الملحة، غنقليهم مزيان. من بعد غادي نزيد لهم نو بوكو تيتوس نو من بعد غادي نزيد لهم الكفته اللي ديجا كتكون مشرمله. انا مشرملها بشويه الصبار ومعدنوس وهذا، صافي غنخليهم حتى يطيبوا. نتوما تشوفوا معايا الطريقه. هنايا هاي تقلاتي البصله كما كتشوفوا، زدت شويه الكمون، شويه ديال التحميره ولا الفلفل الحلو، زدت شويه ديال الخرقوم والكفته. صافي غادي نقلي الكل وغنزيد معاهم واحد معلقه ديال مطيشه ولا حكو حبه ديال مطيشه اللي بغيتو. غادي نزيد معلقه كبيره ديال المطيشه، هادي ليكيد تقدروا ديروا مطيشه الحكام اي معلقه صغيره ولا تحكو حبه ديال مطيشه. انا ندير غير معلقه كبيره. صافي غنخلي هادشي كله يتقلى باش نعمر بها من بعد. خاص انا كما قلت لكم الكفته راه فيها القزبر ومعدنوس، يعني ما كانش عندكم فيها القزبر ومعدنوس ضيفوا القزبر ومعدنوس. فوالا ها الحشوه ديالنا واجده. صافي غادي نخليها تبرد وغادي ندوز نصايب معكم واحد الحريره، ماشي الحريره يعني البلبوله ديال الشعير، غنصايبها بواحد الطريقه اللي كتجي بنينه. هنايا كما كتشوفوا عندي بصله مقرده رقيقه، عندي الثومه درت جوج فصوص ديال الثوم مقردين ولا حكوهم، وعندي اللحم تقدروا ديروا فيها الدجاج اللي بغيتو. هنا عندي اللحم، عندي هنايا هنا القزبر ومعدنوس وشويه الكرافس، غير شويه الكرافس والقزبر ومعدنوس، وعندي عريش ديال الاقامه نعناع. كتجي لذيذه بزاف هاد الشوربه هادي ولا الحريره، يعني تبقى هي بحال الحريره. صافي غادي ندير شويه ديال الابزار، وغادي ندير شويه الملح، وهنا تقدروا تحكوا حبه ديال المطيشه. انا هنا غادي ندير غير شويه ديال هاد الشاريه هادي كيما تحبها. صافي وغادي ندير شويه ديال الزيت، غير شويه يعني زيت العاديه ديال المائده. صافي هادشي كله غادي نقليه مزيان حتى يتقلى. غادي ندير واحد شويه ديال الماء معاها ونخليه يتقلى مزيان. من بعد غادي نمرق باش يطيب لي اللحم ديالي، وعاد ديك الساعه باش ندير تشيشه الشعير ولا الفريك. هنا من بعد ما تقلى لي اللحم كما كتشوفوا خليته حتى تقلى مزيان. صافي غادي نمرق، صافي وغادي نزير عليه طيب اللحم، عاد نكملو زعما البلبوله ديال الشعير ولا الفريك. هنا غادي ندوزو نصايبو واحد لي سيغار اللي كيجيو روعه روعه في المذاق، غزالين كيجيو وهما بساطين وسهلين. كنا نحتاجو البيض، هنا ما نقدرش نقول لكم الكميه، كل واحد كيدير على حساب. بالنسبه لي هنا غندير 10 ديال لي سيغار. هنا درت 10 البيضات، درت بصيله صغيره قطعتها رقيقه، وغادي نحتاج جوج بواطات ديال الطون يعني ناتور ولا بالزيت، غادي تصفيهم من داكشي اللي فيهم. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نقطع البيض، نحاول نقطعو رقيق. المهم هنا غادي نقطعو، من بعد غادي نزيد نعاودو بالفرشات كما كتشوفوا.
صافي هنا غنزيد عليه الطون كما قلت لكم، صفيتو من الزيت. غادي نزيد شويه الابزار وشويه الملح، ما غنديرو غير شويه الملح لحقاش من بعد غنديرو فيهم الفرماج. حاولوا ما تكتروش الملح. وغادي نزيد شويه ديال الزعتر مدقوق، تقدروا ديروا هنا شويه المعدنوس، كيبقى اختياري اما ديروا قزبر ومعدنوس ولا ديروا الزعتر. وبالنسبه لهنايا تقدروا ديروا حتى الزيتون المقطع، حتى هو كيجي غزال في المذاق. صافي غادي نخلطوا هادشي كله صافي، وغادي نديروهم على شكل سيكار. يعني اليوم كيجيو ساهلين وكيجيو بنان بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا الورقه عندي هي هذه بمذاق ديال الفرماج اللي سبقي وريته لكم في الفيديو السابق. صافي غادي نلوي لي سيغار ديالنا. كندير فيهم طريف ديال الفرماج، اي فرماج عندكم. هنا بالنسبه غادي ندير واحد خبيزات معمرين بصدر دجاج. هنا عندي صدر دجاج مقطع، عندي شويه الكوري، وعندي الموطارد، وعندي هنا بصيره اللي قطعتها طويله. صافي غنحط هادشي كله ونشرملو ونخليه حتى ملي تقرب المغرب تود ان شاء الله، عاد نقليه ونعمر به داك الخبيزات. صافي هذه العجينه ديالي خليتها ارتاحت، خليتها واحد نص ساعه. دابا غنخرج منها هذا الهواء هذا. صافي وغادي نديرها كويورات باش غادي نعمر بها ديك الكفته ديالي مشحره مع البصله والفلفله، باش غادي نحشيهم في الفران يطيبوا. غادي نديرهم غير صغيورين. بالنسبه للعجينه هنايا درت زلافه ديال الدقيق ودرت زلافه ديال السميد اكسترا فين صافي، ودرت فيهم قريصه ديال الخميره ودرت فيها شويه ديال الملح صافي، ودلكتها مزيان فريمون دلكتها مزيان صافي، وخليتها حتى ارتاحت كما قلت لكم. نسيتها يعني خليتها واحد نص ساعه حتى ارتاحت مزيان، غطيتها بطبيعه الحال صافي. وغادي ندير كورات صغيرين باش غادي نعمر بهم الحشوه.
فانا زينتها بهاد غران دو بافود بلو، هو رقيق، واحد الزريعه اللي هي رقيقه بزاف. هنا واحد الخبيزه نفس العجينه اللي شاطلين ديال المسمن، درت واحد الخبيزه هنايا، درت صفر البيضه اللي كان باقي لي، درت لها كريم فريش، صافي غادي نزيد عليها الزبده، صافي غادي نخلط الكل وغندهن لها الوجه ديالها. انا زينت بالفرماج وشويه ديالها على زريعه الحبه السوداء، صافي غادي ندخلها الفران طيب. انا بالنسبه للناس اللي ما كطلع لهمش البيتزا خصهم يخليو العجينه تخمر بحال هكا، خصها تضاعف الحجم ديالها، خصو يتضاعف باش تجيكم العجينه، باش تجيكم البيتزا زوينه، تجيكم خفيفه وكلشي، تجيكم بحال ديال المطاعم. خصكم ديروا فيها شويه ديال الخميره، ما تقووش فيها الخميره، وتعجنوها وتخليوها تخمر على خاطرها. بحال دابا انا هادي خمرتها عجنتها قبيله مع داك الطناش هكاك، وخليتها دابا راها الخمسة ونص، هانتوما خليتها خمرات على خاطرها، ما قوتش فيها الخميره. صافي دابا غنخوي لها الهواء ديالها وغادي نصايب البيتزا ديالي. الخبيز ديالنا هو هذاك، كيجي زويون بهذا المذاق ديال الفرماج، كيجي رائع، تاكليه هكاك صحيح ما شهيتكم. تحطو هكا مع شليضه كيجي غزال، ديك مذاق ديال الفرماج كيجي رائع. هاهما الخبيزات ديالنا، يعني المسمنه ديالنا ولا الكريسات ديالنا، هاهما من بعد ما طيبناهم هاهما مازالين سخونين، كيجيو مذهبين من بعد ما كندهنوهم من البياض من فوق، كنزينوهم كيجي المنظر ديالهم زوين. وهنا من بعد ما طابنا اللحم ديالنا، من بعد ما طاب صافي، بالنسبه للفريك عندنا هذا يدير بحال شكل بحال البلبولات الشعير، هو جاي خضر خلاص، اللي بغا يدير البلبولات الشعير يدير. انا غادي ندير هذا الفريك هذا، من بعد ما غادي ننقيه ونغسلو. شفتوا معايا كي راه داير؟ صافي هنا غادي ننقيه كما قلت لكم ونغسلو عاد باش نزيدو على لاصوص ديالي ونخليه حتى يطيب. هنا نزيد لها شويه لاصوص طوماط غير شويه، صافي ونخليها طيب مره مره نحركها صافي حتى تعقد ليا، كتجي شويه ما كتجيش خفيفه بزاف ما كتجيش ثقيله بزاف. صافي نقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها، من بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. هنا الدجاج ديالنا والبصله غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان والبصله ديالنا تهبط. هنا عندي الخبيزات سبق لي كنديرهم في الكونجيل، دهنتهم هنايا بالفرماج من الداخل باش من بعد غادي نعمرهم بالدجاج والكوري اللي شحرناهم، كيجيو بدادين بزاف. هاد الدجاج ديالنا بالكوري والبصله كيجيو لذاد بزاف، صافي غنخليهم حتى يهبطو مزيان.
صافي البيتزا درت لها لاصوص. بالنسبه للفرماج يعني غادي ندير هذا اللي فيه 3 فرماج رابي، فيه فرماج ايمونتال وفيه لا موتزاريلا وفيه واحد الفرماج اخر سميتو اصدام، يعني ثلاثه ديال البيتزا ديالنا من بعد ما وجدات كتجي رائعه، درت فيها فواكه البحر كتجي غزاله بزاف ما شهيتكم فيها. هادو الخبيزات ديالنا بالكفته كما كتشوفوا، هادو البطبوط حتى هو بصدر الدجاج اللي درت معاكم. الخبيز هذا من احسن يكون سخون مع كويس ديالاتي كيجي رائع. وهذا الجاري بالنسبه للناس ديال الجزائر كيقولوا له الجاري ولا تشيشات الشعير، حنا كنقولوا بمطيشه، ولا الحريره كيف ما بغيتو، كتجي رائعه ولذيذه بزاف كتجي غزاله. هادو لي سيغار ديالنا درتهم في الفران، والشاي المغربي كما كتعرفوا ضروري كنديرو في شهر رمضان. صافي حبيبتي كما كتشوفوا المائده ليا سهله وبسيطه ولذيذه ومضمونه، يعني لذيذه بزاف ومضمونه. وهنا من بعد ما غسلت المعناس كما كتشوفوا، صافي من بعد ما صلينا وداكشي اتاي اللي باقي سخنا حطينا قويطويات وقعدنا كنتفرجوا شويه في التلفازه المغربيه. وهادو بعد الهدايا اللي جاو لوليداتي كما كتشوفوا، يعني فرحوا بهم يعني بمناسبه ديال رمضان، يعني كنولفوهم بان كاين اجواء ديال رمضان ليلة النص ولا 27 ولا يوم العيد، كنحاولوا نولفوا وليداتنا على هاد الاجواء خصوصا هنا في الغربه. يعني الا ما درتيش اجواء ديال العواشر في دارك يعني ما كاين والو، حنا كنحاولوا نولفوا وليداتنا اجواء رمضان. وهذه بالنسبه للفراشه ديال بنتي اللي جاتها هي زوينه بزاف وفرحات بها، ما بغاتش كاع تحيدها، قالت لي ندير بها دودو الناس بها، هي جاتها زوينه بزاف وحسات بانها لابسه حاجه يعني ماشي ديال ديما. ها انتما كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف دو بياس. حبيباتي نتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم كيف العاده. لكن كنتو جدد ما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا لايك، خليتكم فرحت.